بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 61 بعد 162. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل الذي استعرضنا بعضا من أسئلته في الحلقة الماضية، بقي له جملة من الأسئلة في هذه الورقة. يقول الشيخ صالح: ما حكم قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر لمن لم يتمكن، وهل يعارض ذلك النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، ثبت النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ولكن من فاتته الراتبة التي قبل الفجر فلا بأس أن يصليها بعد الفجر مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلي بعد الفجر فسأله عن ذلك، فأخبره أنها راتبة الفجر فاتته قبل الصلاة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولكن كونه يؤخرها إلى ارتفاع الشمس أفضل، إذا لم يخش من النسيان أو الانشغال عنها فإنه يؤخرها أفضل، وإن صلاها بعد الفجر مباشرة جاز له ذلك. نعم. يسأل أيضا: هل تقضى الرواتب إذا فات وقتها، وسنة الضحى إذا فاتت هل تقضى أيضا أم لا؟ الرواتب لا تقضى إذا فاتت، لأنها سنة أتى محلها، وإنما الذي يقضى هو الفرائض. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى راتبة الظهر بعد العصر، هذا والله أعلم خاص به صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته عليه الصلاة والسلام. نعم. يسأل يا شيخ: بالنسبة للطهارة لسجدة التلاوة هل يلزم، وما الدعاء المشروع في سجدة التلاوة؟ صحيح أن سجدة التلاوة لا تشرع لها طهارة، كما أنه يجوز له قراءة القرآن عن ظهر قلب أو على غير وضوء، يقرأه وهو على غير وضوء عن ظهر قلب لا بأس بذلك، وسجود التلاوة تابع لتلاوة، يسجد ولو لم يكن على طهارة، لأنه لا يأخذ أحكام الصلاة، إنما هو عبادة مستقلة، ويقول فيه ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، ويكررها ويدعو بما تيسر له من الأدنى. يقول: دعاء اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت هل هو دعاء خاص عند الإفطار في رمضان، أم يشمل أيضا أيام التطوع الاثنين والخميس عندما أريد أن أفطر؟ يشمل هذا الدعاء، يشمل صوم التطوع وصوم الفريضة، ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أبو محمد من جدة يقول: بالنسبة للحناء للرجل إذا احتاج لرجليه أو يديه هل فيه بأس؟ لا بأس بذلك، لأن هذا من باب العلاج، إذا كان يستفيد منه يديه أو رجليه فلا بأس بذلك، لأنه من باب العلاج. نعم. يقول: الاغتسال بماء زمزم طلبا للشفاء، وما معنى حديث زمزم لما شرب له؟ نعم، لا بأس بالاغتسال بماء زمزم كغيره من المياه، وكذلك الاغتسال به للاستشفاء به، لأنه ماء مبارك وفيه شفاء بإذن الله. وماء زمزم لما شرب له كما جاء في الحديث معناه أنه بحسب نية الشارب، فإن نواه للاستشفاء إن الله يشفيه به، وإن نواه للبركة إن الله يبارك له فيه، فهو بحسب نية الشارب له. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل ميم ميم نون يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، يزعم بعض الناس بأن هذا الدعاء يشفي من الأمراض الخطيرة، ويقول هذا الدعاء: يا نبي الله، يا رسول الله، أنت وسيلتنا إذا انقطعت السبل، ادعو الله يا رسول الله لنا بالشفاء، وهكذا من الأدعية. هذا دعاء باطل، توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم طلب الدعاء منه بعد وفاته هذا أمر باطل ولا يجوز، إنما هذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم، كانوا يطلبون منه الدعاء كما طلب الأعمى منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له برد بصره إليه، هذا إنما كان في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد
بعد موته فلا يطلب منه شيء، لا الدعاء ولا غيره ولا الاستفتاء ولا غير ذلك، لأن هذا لم يكن الصحابة يفعلونه. ولما أجدبوا في عهد عمر رضي الله عنه كان من عادتهم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالغيث فيدعو لهم ويسقون. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم واستسقوا لم يذهبوا إلى قبر الرسول ويطلبوا منه أن يدعو الله لهم بالسقيا، وإنما قال عمر للعباس: يا عباس ادعو الله، اللهم إن كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فاسقينا، يعني بدعائه، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. هذا دليل عدولهم عن الرسول إلى العباس وهو دونه في الفضل، دليل على أن الرسول لا يطلب منه شيء بعد وفاته، ولا كذلك سائر الأموات من باب أولى، لا يطلب منهم دعاء ولا غيره ولا شفاعة ولا غير ذلك وهم أموات، لأن هذا من وسائل الشرك. أول شيء أنه بدعة، حيث لم يرد هذا فهو بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وثانيا هو وسيلة من وسائل الشرك والاستغاثة بالأموات، دعاء الأموات دون الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، السائل أيضا يقول في الآيتين الكريمتين: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والآية الأخرى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هل بينهما تعارض؟ لا تعارض بينهما، فالعبد له مشيئة واختيار وقدرة على حسب حاله، والله جل وعلا له مشيئة وله قدرة واختيار سبحانه وتعالى، ولا تشابه بين المشيئتين، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله وليست مستقلة، ليست مستقلة كما يقوله المعتزلة، وإنما هي تابعة لمشيئة الله عز وجل، فلا تنافي بين الآيتين. وأما قوله: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا تهديد وليس هو طلب للإيمان وليس هو طلب للكفر والشرك بالله عز وجل، وإنما هو طلب وإنما هو تهديد والعياذ بالله. ولذلك قال في آخرها: إنا أعتدنا للظالمين نارا حاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، فهذا من باب التهديد. نعم. أحسن الله إليكم. أخيرا وفي فقرته الأخيرة يقول: عبارة وما استكرهوا عليه في الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ما معناها؟ معناها أن المكره على فعل الشيء أو على المكره على النطق أو الكلام المحرم أنه لا يأثم، لأن الله رخص له أن يتكلم بما أكره عليه للتخلص من الإكراه، وهذا كما في قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا تكلم الإنسان كلمة الكفر مكرها عليها فإنه لأجل التخلص من الإكراه والظلم والقتل إنه يباح له ذلك تخلصا، هذه رخصة من الله عز وجل للمكره تخلص من الإكراه، أما أن يقولها مختارا ومطمئنا قلبه بها فهذا كافر، لكن من شرح بالكفر صدرا عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، أن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. فالإنسان إذا قال كلمة الكفر مختارا أو فعل فعل الكفر مختارا من غير إكراه ومن غير جهل فإنه يؤاخذ على ذلك، أما إذا قالها جاهلا أو قالها مكرها أو قالها ناسيا فإنه لا يؤاخذ. ربنا لا تؤاخذ أخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أبو ناصر أرسل بثلاثة أسئلة للبرنامج في برنامج نور على الدرب، يقول: فضيلة الشيخ، أسأل دائما عن النوم على البطن، هل فيه شيء؟ يكره النوم على البطن، جاء النهي عنه فهو يكره كراهية التنزيه. نعم. يسأل أيضا عن المقصود بالمعلوم من الدين بالضرورة وما أمثلته. معلوم من الدين بالضرورة الذي لا يجهله أحد، مثل وحدانية الله عز وجل ونفي الشرك، هذا ظاهر معلوم من الدين بالضرورة، مثل وجوب الصلوات الخمس، وجوب الزكاة، وجوب الصيام رمضان، وجوب الحج والعمرة، هذا معلوم من الدين بالضرورة لا يجهله أحد. نعم. يسأل يا شيخ أخيرا في ثالث أسئلة عن التيمم، هل هو مبيح أم رافع؟ سلف العلماء في ذلك، والصحيح أنه رافع للحدث، يقوم مقام الوضوء، لأن الله جعله بديلا عن الماء، إذا تيمم الإنسان لعذر عدم الماء أو
العجز عن استعماله فإنه يقوم مقام الوضوء ولا ينتقض إلا بنواقض وضوء. أما الذين يقولون أنه مبيح فإنه إذا انتهى الوقت ينتهي مفعول التيمم فلا بد من تيمم آخر. أما الذين يقولون أنه رافع فيقولون لا يبطل إلا بنواقض الوضوء ولا يبطل بانتهاء الوقت. نعم. من السودان السائل ميم ميم مصطفى يقول: هناك بعض الناس يا شيخ يعالجون بالطب الشعبي حسب كلامهم، وعندما يذهبون هؤلاء الأشخاص إليهم يقول اكتب الاسم واسم الأم ثم راجعنا بكرة، وبعد ذلك يقولون أنت مصاب بكذا وكذا، ما حكم التردد على مثل هؤلاء؟ هؤلاء مشعوذون ودجالون ومحتالون على الناس، ما دخل اسم أم المريض وأب المريض، إنما هذا من عوائد المشعوذين والدجالين الذين يحتالون على الناس. إنما يذهب إلى الراقي الذي يرقي بالكتاب والسنة وعقيدته سليمة، يقرأ على المريض، يدعو للمريض الأدعية الشرعية، هذا هو الذي يذهب إليه. أما المشعوذ والدجال أو الساحر والكاهن فهؤلاء لا يجوز الذهاب إليهم ولا يجوز تصديقهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا صدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لما سئل عن الكهان قال: لا تأتهم، وقال: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. فلا يجوز الذهاب إلى هؤلاء المشعوذين والجالين أو الاتصال عليهم بالفضائيات أو مكالمتهم بالهواتف، كل هذه أمور لا تجوز مع هؤلاء ويجب الحذر منهم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت سلمى أرسلت مجموعة من الأسئلة من دوادمي، تقول في سؤالها الأول: هل يجوز لي أن أقطع الصلاة الواجبة إذا لم أخشع فيها؟ لا يجوز هذا، وإذا قطعت فيها يأتي خشوع. واجب استحضار عظمة الله واستحضار الصلاة واستحضار حضور القلب، وهذا هو الواجب، قطعها فلا يجوز. نعم. تقول المرأة المتدينة وقد أصابها الوسواس منذ سنوات ولم تخلص منه، ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في صلاتها وعبادتها، وهل هي مأجورة على ما أصابها من في هذه السنوات الطويلة؟ حقيقة أن التشدد في العبادات، تشدد في الدين، غالبا ما يحدث الوسواس، وهذا من الشيطان، فإنه إذا رأى من الإنسان تشددا في دينه أدخل عليه الوسواس والشكوك. لهذا ينهى عن التشدد الدين، عن الغلو والتنطع في الدين، ويؤمر بالاعتدال والتوسط، لأن هذا أدعى إلى موافقة الشرع وأبعد للشيطان عن المسلم. فمن أصيب بالوسواس فإنه يعالج ذلك بالاستعاذة بالله من الشيطان والإكثار من التعوذ من الشيطان، كذلك يكثر من الورد الصباحي والمساء بالآيات والأحاديث والأوراد الشرعية، ويكثر من ذكر الله، ويكثر من تلاوة القرآن. نعم. أبو محمد أرسل بمجموعة من الأسئلة، في السؤال الأول يقول: هل تصح القراءة على الماء والاستحمام فيه؟ لا بأس بذلك، القراءة والنفث الماء هذا ورد في الحديث، لأجل شربه أو لأجل الاستحمام به أو وضعه على محل الألم. نعم. أخيرا يقول هذا السائل: يا فضيلة الشيخ، إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسها، ما معنى هذا الحديث وما صحته؟ الحديث صحيح، ومعناه الحث على غرس النخل لما في النخل من الخير والنفع للمسلمين، هذا فيه الحث، وأنه حتى في آخر لحظة من الدنيا يغرس النخل، ولا يمنعه ما يحدث من غرس النخلة، ولا يقطع الأمل بالله عز وجل. نعم. رسالة أخرى وصلت من المستمع أبو عبد الله، مصري ومقيم في جدة، يقول: هل يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى عليه، وما حكم الإكثار من الصلاة على الرسول يوم الاثنين والخميس؟ الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوبان، هما من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يكثر من الصلاة والسلام عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم، وكذلك يصلى ويسلم عليه تشهد الأول وتشهد الأخير من الصلاة، صلاة الإبراهيمية، وهذا ركن من أركان الصلاة، ويكثر من الصلاة وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة، وبعد ذلك لا يخصص يوم للصلاة، لا يوم الاثنين ولا ما يوم الجمعة الذي ورد أنه يكثر عليه من الصلاة والسلام في يوم الجمعة. وأما بلوغ ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، إنه ورد حديث أن ذلك يبلغه، وأن الله وكل ملائكة يبلغونه سلام أمته عليه، وأنه يرد السلام على من سلم عليه ومن صلى عليه
قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ولا يختص الصلاة والسلام عليه بمكان. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتك تبلغني حيث كنت. يصلي ويسلم على الرسول في أي مكان، ولا يختص ذلك عند قبره. قد رأى الحسن أو علي بن الحسين رأي من يتردد على القبر، لما سألاه قال: أصلي وأسلم على الرسول. قال صلى الله عليه وسلم: بلغاه هذا الحديث: صلوا علي حيث كنتم إن صلاتكم تبلغني. ثم قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سوى. وهذا قطعا لمادة الشرك، لأن التردد عليه والجلوس عند قبره وسيلة للشرك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تترددون عليه وتجتمعون عنده. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أخيرا يسأل عن محدثات الأمور، ما المقصود فيها يا شيخ؟ المحدثات في الدين ذات عبادة لم يشرعها الله، لم يشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، ذات أذكار لم ترد في الكتاب والسنة، إحداث عبادات صلاة أو صيام أو أي عبادة ليس لها دليل من كتاب الله من سنة رسوله، فهي بدعة محدثة. نعم. جزاكم الله خيرا. أم هنادي مصرية ومقيمة في الرياض تقول: فضيلة الشيخ، هل الذبح للأموات جائز حيث يذبح للميت يوم سابعه وذبيحة وتوزع على الفقراء والمساكين والمحتاجين؟ الذبح إذا كان القصد منه توزيع اللحم والتصدق به يكون الذبح لله، ويتصدق بلحمه يكون ثوابه للميت، هذا من باب الصدقة، ولكن لا يخصص هذا بيوم معين، يكون داخل في حكم الصدقات. وأما تخصيص هذا في يوم معين يذبح بعد 40 من دفنه أو في يوم سابعه أو في أي يوم، هذا كله من البدع، تخصيص الوقت للذبح. نعم. تقول: من مات ولم يحج وله أولاد وبنات، من الحق بالحج عنه؟ وإذا حج الأولاد جميعهم عنه، هل هذا جائز؟ نعم، إذا مات ولم يحج حجة الإسلام وعنده مال، عنده تركة، فإنه يخرج من تركته نفقة من يحج عنه بالنيابة، لأن هذا دين في ذمته وهو مستطيع، ومات قبل أن ينفذ فهذا تدخله النيابة ويكون من مال الميت، لأنه دين لله عز وجل. أما حج النافلة فأمره واسع، يحج الإنسان عنه من ماله، تصدق عنه من ماله، هذا أمر طيب، ولا بأس أن يحج عدد كثير عن الميت في سنة واحد. نعم. أخيرا تسأل يا شيخ السائلة الأخت مصرية ومقيمة في جدة عن معنى التوكل على الله، وهل يكون التوكل في جميع الأمور، وما حقيقة التوكل؟ التوكل هو تفويض الأمور إلى الله عز وجل والاعتماد عليه في جميع الأمور، هذا من أعظم أنواع العباد. قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، أي فوض أمورك إليه واعبده وتوكل عليه. كونه عطف التوكل على العبادة مع أنه داخل في العبادة يدل على الاهتمام بالتوكل، لأن عطف الخاص على العام يدل على الاهتمام بذلك الخاص، مثل: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة داخلة في العبادة، ولكنه خصها لأهل الاهتمام بها. حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى وهي العصر داخلة في قول حافظوا على الصلوات، لكنه عطفها من باب الاهتمام بها. فالتوكل على الله من أعظم أنواع العبادة، ولهذا قال جل وعلا: من يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك الله فيكم وعلمكم، ونفع بإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء المبارك الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. يتجدد اللقاء إن شاء الله في الحلقات القادمة مع فضيلته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.